أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من برنامج الملعب. الموسم الثالث يعني المشاركة، وهي ثالث سنة نتأهل للنهائيات، وتعرف ما يحالفنا الحظ، وهالسنة الحمد لله والشكر شاركنا بالتصفيات المنطقة الشمالية والغربية بمحافظة الأنبار، واستطعنا أنه نتأهل للمرحلة النهائية اللي راح تقام في محافظة بغداد خلال بداية الشهر السادس. احنا ان شاء الله هاي احنا كل مرحلة نعطيها حقها. نعم. يعني المرحلة الجاية نعبرها ونعطيها حقها، والمراحل الجاية نقول ان شاء الله. تلاقي ناس بمحافظتك انه تعمل على ان تدور توقعك، تدور تحسدك، تدور زل عليك. احنا مجموعة فريقنا يعني ما اقول لك احنا انه احسن لاعبين من عندنا بالموصل، لكن عندنا لاعبين احنا ننافس ما دور المحترفين، ننافس اقوى دوري يعني. لان الان اعرف اللاعبين وعندي ثقة بيهم عالية، المدرب والهيئة الإدارية يعني.